السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا رفاق. في البداية أحب أهني الجميع بنجاحهم وابتداء العطلة الصيفية، وهذا راح يكون موضوعنا لليوم. إحنا غالبا ننتظر العطلة دائما يعني بشوق كبير، يمكن خاصة في سنة دراسية مثل دي السنة كانت طويلة جدا، فأكيد الكل ينتظر العطلة، أكيد في بالكم مليون فكرة وراح أسوي وراح أفعل وما راح أقعد يوم واحد، راح أسوي كل اللي خاطري فيه. وبعدين فجأة تشوف نفسك في حلقة من الفراغ، من الملل، من اللا شيء. فإيش السبب؟ ليش يصير زي كذا؟ على الرغم من الجهد اللي يأخذه من الدوام، وإن إحنا أحيانا خلاص نوصل لمرحلة بس نبي نخلص، إلا أن في العادة الدوام يوفر لنا شيء جيد اللي هو الروتين. مش الروتين، الرتيب القاتل والدوامات من الأفعال، لا، بس إنه هو يصير يومنا مرتب، يعني فيه بداية وفيه نهاية لليوم، عكس أحيانا ما يحدث في أيام الإجازات، إنه يصير يعني النظام كله ملخبط وما في لا بداية ولا نهاية اليوم، وأصلا you lost count وما تدري أصلا في أي يوم ولا في أي شهر ولا في أي ساعة، وجسمك يصير ما يدري متى المفروض ينام، متى يجوع، شنو قاعد يصير. فتبدأ تحس دائما بأن أنت تعبان، مالك خلق، ممكن مو تعبان إن يعني مجهد، بس تحس إن مالك خلق، تحس إنه إيش صار فجأة صرت يعني بس أبي أقعد ما أسوي ولا شيء، فجأة طالع السقف، وين الخطط اللي قلت بسويها، صح ولا لأ؟ فتقريبا أفضل حل عشان تستانس هو إن أنت تحط لك يوم، تحدد بداية ونهاية يومك. سواء كنت تبي تقعد صباح كان يوم دوام، أو إنه لا أنت مو شخص صباح، يعني أنا بالنسبة لي لازم أقعد صباح، يعني مجرد ما إنه يفوتني الصباح خلاص أكتئب، ما أعرف أشتغل، ما أعرف أنجز، فعشان كده لازم أقعد صباح. بس يمكن أنت لا، بس على الأقل تحب بداية ونهاية اليوم، وتسوي شيء واحد على الأقل في اليوم يحسسك بشعور الإنجاز. أي شيء، يعني سواء تتعلم شيء جديد، تنجز مهمة محددة، أو حتى مو شرط تكون شيء فعليا هو مهمة، مثلا تركب بازل أو تلون أو ترسم. ليش؟ لأن دماغك وجسدك يحتاج ذا الشعور بالإنجاز، يحتاج ذي المكافآت، الأدرينالين اللي يطلع كل ما خلصت، هو كميات بسيطة وانت بتطلعها بصورة منتظمة، بس انها تحتاج انها تحس ان انت لك فايدة في الحياة. يعني حتى مثلا لو انت تركب بازل، ده شيء يعني ترفيهي، ما انت بتستفيد شيء يعني اذا ركبت بازل، بس انه انت بتشعر بانه انا خلصتها، يعني لما تكتمل راح تحس بانه انت انجزت، انت خلصت البازل او انت خلصت الرسمة الفلانية، اي شيء. تصدق او لا تصدق، بس المهام الصغيرة مهمة لوجودنا، ان احنا نحس ان احنا يعني لنا قيمة. اي شيء، حتى اشياء مثلا لمرة واحدة، مثلا انك ترتب شيء محدد، انك تسوي شغلة معينة لمرة، خاصة ان في الاجازات غالبا أفضل وقت لتجربة الأشياء الجديدة، لأنه يصير أنت عندك وقت فراغ وعندك وقت لتقبل، يعني إنقاذ ما خلف الكوارث اللي بتسويها لو كنت بتجرب شيء. يعني عندك فرصة تنظف لو وسخت الدنيا، عندك فرصة تعدل شيء انكسر أو تشتري غيره، يعني هذا المقصد. الرياضة بعد شيء مهم لفعاليتنا. لا تقولي مثلا هذا كنت أداوم ما أسوي رياضة، عادي، إيه لأنك كنت تداوم، ردي في حركة في حياتك، يعني مثلا راح تمشي، راح يعني تتفاعل بأي طريقة كانت على حسب دوامك، فمو مطلوب منك تسوي رياضات رائعة هائلة ولا أي شيء ولا شيء عنيف، أي شيء أي شيء، حتى لو ماشي لمدة نصف ساعة بس كذا، عشان يعني تقول حق جسمك والله أنا قاعد أستخدمك. وفي الإجازات فرصة رائعة عشان يعني تحسن من الأشياء اللي أنت كنت
مهارات تبي تحسنها من قبل ولا في وقت، تجرب مهارات جديدة، تأخذ معلومات جديدة للمتعة يعني. مجرد ما تمل سكر الماستر، سواء كان كتاب فيديو أي شيء. وفي شيء مهم جدا جدا، إنه أنت إذا حطيت لك يعني روتين أو شيء، لا تتوقع إنه يكون ساري متكامل طول الوقت، ولا يخليك دا مثلا تنهار متخذ ما يوم واحد اخترب. يعني أكيد مثلا مع الالتزامات الاجتماعية، مع الطلعات والراحات، في أيام راح تمر ما بتسوي فيها شيء، وأحيانا لا ما بتسوي شيء لأن أنت يعني نفسيا مش مستعد. وعادي يعني، عادي في أيام لازم تمر أحيانا ما نسوي ولا شيء، نصير مو مفيدين ليوم واحد، عادي. بس على الأقل إن إحنا نقدر نرجع نحس ب يعني الوقت، نحس بالأشياء اللي بنسويها، بإيش نبي إحنا نتعلم، أي شيء زي كذا يعني. ده تمام، مجرد ما أنا أقدر أرجع للانطلاق تمام. وبالعكس يعني مو لازم يصير بيرفكت، يعني هو مثلا ما في دوام يحدني بوقت محدد أو شيء زي كذا، فعادي إنه اليوم أقعد في هذا الوقت المحدد، بكرة مثلا أتأخر شوي، عادي. الجدول لازم يصير مرن، بس على الأقل يكون في جدول، بس بداية ونهاية على الأقل. هذه كانت حلقتنا اليوم، إلى اللقاء في حلقة قادمة، مع السلامة.